خلال اللقاء الأخير مع دولة رئيس الوزراء في مجلس الوزراء كان هناك ثلاث مطالب للإخوان المزارعين والذين حقيقه نعي معاناتهم ونعي الوضع الزراعي والقطاع الزراعي تحديدا من اكثر الشرائح الهشه العاملين في هذا القطاع من اكثر الشرائح الهشه وبالتالي نحن حاولنا قدر المستطاع تجنب رفع الضريبه على كثير من مدخلات الانتاج اهمها الاسمده والادويه البيطريه والادويه المبيدات الحشريه وهذه تم استثناها من مدخلات الانتاج الزراعي من رفع الضريبه اضافه الى مطلب لأخوان المزارعين على مخرجات الانتاج تم استثناء جميع مخرجات الانتاج من 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 رفع الضريبه واضافه الى الانتاج المصدر الى الخارج ايضا تم استثناؤه بالتالي كان هناك خلاف حول مدخلات الانتاج ونحن حقيقه مرتبطين باتفاقيات و اليات للتعاون مع صندوق النقد الدولي وذكر دوله الرئيس انه في حال مفاوضه صندوق النقد الدولي حول هذه المدخلات سيكون الرد ايجابي وبالتالي الامور مرتبطه التزامات دولية تجاه الاقتصاد الأردني تأكد إخواننا المزارعين أن جميعا كمسؤولين وكمواطنين وكمزارعين في خندق واحد وأن ما يضر الاقتصاد الأردني يضر كل شخص فينا وأن القطاع الزراعي من القطاعات الأساسية والمهمة ولها الاحترام الكبير لدى كل مسؤول أردني وإن شاء الله نحن ندرس البدائل المعنيين في هذا المجال